السلام عليكم. اليوم مرحبا بكم عندنا في البرنامج الجديد اللي عاد درناه مع بعضياتنا محمد كامارو فيصل منسي عبد الرحيم سامة ثلاثة الأصدقاء. كون بغينا نديرو هذا البرنامج اللي نتثقفو ببعضياتنا وناخدو العبر من بعضياتنا. اليوم ناخدو عبرة من واحد القصة. هذه القصة هذه واحد البنت صغيرة عندها جوج تفاحات، تفاحة هنا وتفاحة هنا. المها طلبت منها تفاحة، قالت لها بنتي عطيني وحدة وخذي انتي وحدة. البنت الصغيرة بقات كتشوف امها، هي تعض هاد التفاحة، عضاتها قالت لها بنتي عطيني هادي، كتشوف امها، عضت الثانية، امها استغربات، نظر الام لابنها ديالها بقات كتقول بنتي بخيلة، بقات صغيرة وهكا وفيها البخل وهذا وهذه، المهم هاد الحركة صدرت من البنت ديالها ما عجباتهاش. بقات كتشوف فيها، قالت هادي بنتي اللي ربيتها وهادي وكتبغيني وشكال جاتها. المهم الأم دارت بوجهها وزادت وطات ومشات بحالها. البنت بقات كتشوف شي، قالت لها ماما ماما هادي هي التفاحة اللي حلوة خوديها، هادي قاسلة شوية. عمرك تحكم على الواحد مهما كانت قدراتك وعلمك ومهما كانت، المهم ما عمرك تحكم على الواحد مهما كانت حجمك وخبرتك وعلمك ومهما كان وجهة نظرك ومهما كان الموقع ديالك. المهم ما تحمرك تحكم على شي واحد، دائما خلي له فرصة، دائما احرص على عدم الاستعجال بالحكم على الامور، واعطي للاخرين فرصة للتوضيح مقصدهم. الزم نفسك بالفهم قبل ان تطلب من الاخرين، دائما دائما خذ ثبات عند عمرك تحكم على شي واحد. هذا هو عبرة ديال اليوم. اختار كل واحد مشغول، صاحبك ما جاش اليوم اذا ما بغاناش، لا يقدر يكون مشغول، يقدر يكون قالوا شي مشكل. المهم ديما نعطوا لبعضياتنا العذر، دائما نعذروا لبعضياتنا، تفهمنا. هذه عبره صغيره من بنت صغيره، قصه صغيره، تفهمنا. تبارك الله عليكم.